وياه. دائما تعلم لك، انت تبغى تعرف الشخص اللي علمك سواء مدرب او مثلا مقطع تابعي لاخيره في الخيل. هل اللي خلاني احرك الحصان علمني كيف احركه انا، ولا العصا اللي حرك الحصان علمني كيف احرك الحصان بالعصا او المهمز؟ هل علمني كيف ارد الحصان انا بدقه يدي، او خلى الصداره او الشكيمه وغيره من الامور ترد الحصان عني او لي؟ هل علمني كيف اثبت تحت الحصان عن طريق الركوب الصحيح، فالحصان صار يمشي مشي موزون فسهل علي التوازن فوق ظهره، او خليني اركب سرد والسرد ثبتني على ظهره؟ اذا كان الادوات هي اللي خلاها تفزع لي، صح ان حل مناسب له السريع مؤقت، لان خاصه يكون عندك كثير ناس بس بسرعه يتخلص منهم يبدا مع الباقيين، لكن على المدى الطويل الاداه هي اللي حلت المشكله، من انه مو بحل حقيقي، كلها مساله وقت، والحصان يغلب الاداه نفسها. لما ترد بالاداه مع الوقت يغلبها، من يرده؟ لما تحركه بالعصا والمهماز ومع الوقت صار ما يتحرك، من بيحركه؟ لما تثبت نفسك بالسرج ومع الوقت سيطيعك حتى بالسرج، متى يثبتك؟ اذا اذا كان يعلمني شغل صحيح، مفروض مع الوقت خليني انا ارده بدقه اليد، انا حركه بدقه اليد، انا اثبت بدقه اليد. اذا الاداه هي اللي سوت الحل عني، مو بس خطا، مو بس ما طورني، لن يفيد ان مع الوقت الحصان بيغلب الاداه نفسها. طبعا ما اتكلم عن الاداه خطا، اغلب طرق الركوب تستعمل ادوات، بس قصدي ان ما تكون الاداه هي حلت المشكله، الاداه من ضمن الطريقه، لكن حل المشكله تطور ركوبك. اما اذا كان اللي حل المشكله الاداه نفسها مو فقط خطا، مع الوقت الحصان بيغلبها، واذا غلبها ما عاد برد شك، الا لما تجيب شخص دقته مره زين يضبط الحصان، وحتى لو ضبطه تركب انت بعده بيخربه. اذا المعلم الحقيقي يعلمك انت كيف تتطور، ويتطور تطور الحصان معك. المعلم اللي شغله خطا يعطيك حلول سريعه بسبب الادوات، صح انها اسرع، لكن على المدى الطويل مو بس ما تفيدك، تخرب الحصان لك، الحصان بيغلب الاداه نفسها، واذا غلب الاداه نفسها ما عاد يرد شيء الا شخص مره دقيق او مره ركوبه صحيح.